انا مش عامله، انا مش سامعه صوت لبت العجين اعلى من صوتك. خلصي وراكي 100 حاجه وحاجه تعمليها. لازم تروحي لعبد الفران يجي يشيل الخبيث، وتفوتي على شيحة العطار تجيبي منه التحويجه اللي موطيه عليها. انا مش نازله الحاره. نعم مش نازله الحاره، دي اوامر سعاديز. انا هنا ست البيت، كلمتي تمشي عليكي زي ما تمشي على اي حد. فتوانة حارة النحل بين المعلم زلط الأسد. زلط زلط الله يحميه، زلط زلط الله يحميه، زلط زلط الله يحميه، والمعلم نوح الغراب. نوح نوح اصطل عليه، نوح نوح اصطل عليه، نوح نوح اصطل عليه، نوح نوح اصطل عليه، نوح نوح اصطل عليه. الملابطة حتكون بينهم هما الاثنين وبس، فيش حد حيتدخل بينهم، الكل هيلزم مكانه، والرضا والقبول للي حيتم واللي حيكون، واللي حيتنمرد ويخرج عن الطوع يبقى بيولع نار، نار هتاكل الكبير قبل الصغير. اللي هيكسب هو اللي هيكون فتوة الحارة، الكل فطوعه حتى الخسران. موافق على الكلام ده يا نوح؟ وربنا يشهد يا شيخ الحارة. معلم زلطة، توافق تكون فتوع المعلم نوح لو غلبك؟ موافق وراس الحسين يا شيخ الحارة. الملابطة شطارة وخفة، مش ضرب ودم، لا كفايه لمسه النبوت وبعد كده نبقى حبايب كلنا. اتكلوا على الله.
بنهني نفسنا يا معلم نوح. قبل كده كان عندنا عيد الكحك وعيد الضحية، دلوقتي بقى عندنا عيد ثالث، عيد الفتوانة والجدعنة. تعيش يا سي محمد يا قمر، وحياة راسك اللي مقال عليها راس، لا فرق شربات وفسيخ على أهل الحارة كلهم من صغيرها لكبيرها. سلام الفتاوى يا جدع. ألف مبروك يا معلم نوح. يبارك لي في عمر سعادتك يا سعادة الباشا. أتمنى من كل قلبي إننا نحط إيدينا في إيدين بعض ونتعاون سوا في القبض على زمام الحارة بيد من حديد. حديد وزرنيخ يا سعادة الباشا. سخرين شويه ميه احط رجليا فيه لحسن تعبان قوي يا زينبه. بس كده ده انا سخن لك ميه العين اليمين قبل العين الشمال. يا عزيزي يا حنين. ايوه الله. ايه اللي انت بيه ده؟ هدلك لك رجليه. استغفر الله العظيم، كده هتتعبي نفسك. تعبك راح يا سي عزيز، بس انت هات رجلك وما تخافش. طيب. الله. ايه ده؟ بتعملي ايه هنا يا بنت؟ لا رجليا بتوجعني وزهيرك كترخيها بتدعكمني، بلاش تدعكم. امشي بره، اطلعي بره يا بنت. حاضر بالاذن يا سي عزيز. تاني مرة بقى استناني اما رجليك توجعك ابقى ادعكها لك. وبتزعلي ليه؟ هي جريمة. وقف معاونة ايه مع جوزك؟ كويسة، انما انت ايه رجعت من الوكالة بدري النهاردة؟ رجليا ناحت عليا من الوقفة، قلت اجي استريح شوية. بلاش استريح الفت. حكاية ام هشام. نعم. انا عايزة منك كده. هلالي. انا عايزة عريس. عريس؟ ليه؟ هو سعاديس طلع على معاشي. سعاديس مين يا وليه مجنونة؟ أنا عايزة لك بنت زهيرة. بصراحة بقى ما بقتش طايقة عشتها في البيت. وسعاديس محكم رأيه لازم تفضل معانا. قال إيه؟ لأنها قريبته. طلبك حاضر. مين يا أم هشام؟ الواد عبده الفران. يستحيل، مش ممكن. إزاي عاوزاني أوافق إن واحدة من عيلة النادي تتجوز صبي فران؟ ودي فيها إيه يا سعاديس؟ مش راجل وكسيب. أيوه بس زهيرة حلوة، ممكن تتجوز أحسن منه. وهو فين الأحسن يا سي عزيز؟ ما هي متلقحة عندنا، لا سأل عليها خيال ولا طلع عليها ريح. لا تقعد زي ما تقعد، مستعجلة على جوازها ليه؟ خايفة عليها، مش عايزة الناس تقول إنها بايرة. يقولوا اللي يقولوه، أنا مرميش البنت الرامية دي. اسمع قلت لك، يكون أحسن لو صرفت نظر على الحكاية دي. يا سي عزيز، زهيرة لازم تتجوز. لو على الجواز سيب الحكاية دي عليا أنا. أنا أحب لها العريس اللي ناسبها.
وإيه اللي يخلينا نستنى وإحنا عندنا واحد جاهز؟ وأنا بصراحة ما بقتش أقدر أستحملها أكتر من كده، ما هو يانا يا هي في البيت ده. تدعك ما تدعك الوساخه لازقه اصل مولود بيها. بيت انضف من مالي فؤاد. مبروك يا عبدو، عقبال الانجاز، ربنا يجعل كلمتك مسموعه في بيتك زي رنه الفطه. ادي ريال فطه تعيش يا معلم، يترد لك في الافراح ان شاء الله. تعالين زهيرة جاية تسلم عليك قبل ما تروح بيت جوزك. تعالي يا زهير. ما شاء الله ما شاء الله. سلمي يا زهيرة على سي عزيز وبوسي ايد. مبسوطة يا زهيرة؟ مبسوطة طول ما حسك على وش الدنيا يا سي عزيز. طب خدي دول على جنب. كفاية العز اللي اتنعمت بيه في بيتك يا سي عزيز. خدي يا زهيرة ما تتكسفيش. يلا يا حبيبتي يلا. يلا يا حبيبتي زمان جوزك قلقان على نار. يلا يلا يا حبيبتي العريس مستنيك يا روحي. يلا يلا يا حبيبتي. عزيز سي عزيز. صحي يا ألفت صحي. نايم هنا ليه؟ ما تقوم تطلع قط. اطلع انت نامي وانا هحصلك. سي عزيز انت سرحان وبتفكر في ايه؟ في الدنيا وقرفها. ولا سرحان في زهيرة؟ زهيرة؟ هسرح في زهيرة ليه؟ قصدي يعني تكون قلقان عليها ولا حاجة. ما انت دايما تقول لي انها من عيلة الناجي. طب قوم قوم نام. يلا يلا يلا. واتمختاري يا عروسة وتهني بعريسك سيد العرسان ده بلبل الأفراح بيغني والساعة تجانا. علي بقى من النهر اللي بتحرق فيها. توب عليا بقى.
الله يخرب بيتك، النار هتنطفي وانت واقف تتفرج. ايه اللي جرالك يا واد؟ هتفضل تسام وتكيد على طول؟ هعمل ايه يا معلم؟ الشغل كتير عليا والحمل تقيل على دماغي. حمل؟ انا حمل يا سبع البرومبه؟ حمل الفرن ولا حمل البيت؟ كلام ايه ده يا معلم؟ كلام الحق؟ كلام العقل؟ ايه اللي شايلك اكثر من قدرتك؟ لما انت مش قد الجواز بتتهبب ليه؟ انا قد الجواز ودود. انا اقدر اتجوز بدل الواحد اربعه. انا اقدر اتجوز نسوان الحاره كلها. عملت لك حته قطاس من اللي وصى عليه داود الانطاقي. داود مين؟ الانطاقي. اه وده كويس ده يا عم شيحه؟ كويس ويجيب نتيجه. ده انت لو متجوز فيل هيرفع زلومته ويسلم. الله يبشرك بالخير. ما هو كله في وشكوا برضه. ما انا ابن الحاره ويهمك ارفع راسكم. هيرفع ان شاء الله. سف وادعيلي. وده بكام؟ نص ريال. نص ريال ده ايه؟ ده انا يوميته كلها قرشين ساخ. نار الفرن ما تساويش غير قرشين، لكن نار البيت ما تنطفيش الا بنص ريال يا عبده. عليا الحرام، الوصفه دي هتخلي الجماعه بتوعك يوصوني اعمل لك وصفه تانيه تهد حيلك. هات يا راجل هات، ما تدخلش على اهل بيتك بالمصرات. ده رضا اهل بيتك حسنك. امر اللي خد. انا داود الانطاقي. داود الانطاقي. يا سيدي يا سيدي، على رجاله اخر زمن. وانا اعمل لك ايه يعني؟ هسه واجيب لك فلوس الاون وشي واسع على القهاوي مع المحبطاطيه؟ وانا مالي؟ مش راجل ومصروف البيت مزوم منك؟ وهو رزق مش مساعدني. ساعديني انت. يعني اعمل ايه يا سبعي؟ اتصرف ازاي يا جمل؟ اساعدك ازاي اللي قانيني؟ شوفي لك ايات وشغلانه. هي بصدقك يعني عايز تخدم يا عبده؟ تخدمي؟ امال كنت بتعملي ايه قبل ما اتجوزك؟ كنت ست هانم من بيت عيلة الناجي، ما كنتش تحلم تتنضف رجلي. الله ينعل ابو الزمن اللي لمني على راجل عويل زيك. انا عويله زهيرك؟ امال اللي ما يقدرش على حق بيته يبقى ايه يا عبده؟ طب اتلمي بقى وكتمي. ليه؟ شايفني مبعزقه قدامك يا سيد الرجاله؟ قلتلك اتلكي. يا نهار اسود، انت بتطول عليا يا عبده. اقطع مراتي كمان. لازم تفهمي ان الكلمه هنا كلمتي، واللي اقوله سيف يجي على رقبتك. ومن بكره الصبح زيره لو ما نزلتيش شفت اي شغلانه هخلي اللي فيك يستوي. ب20 خرده انا دباغه وملبس وبراغيث السيف. حل بقك ب20 خرده. هات يا حبيبي، خد بالهنا والشيف. تعالى يا حلو، معكيش فلوس؟ طب روح هاتي مننا 20 خردة. حلي بقك ب20 خردة. هاتي. خد. هات حبيبي. حلي بقك ب20 خردة. خد يا حبيبي. يا نعم. نداغة ولا نبوت الغفير؟ متهيألي انت ينفعك نبوت الغفير. انت بتعملي ايه هنا يا بت؟ بت؟ رد عليه، بتعملي ايه في الحتة دي؟ ولا حاجة يا نور العين. اصل زرعتها كرنب ومستنياه يطلع محشي. رد عليه عدل يا بت. بت اما تبت امشي نجر منك. لو انت عايز مني ايه انت وهو؟ ايه امور البلطجيه دي؟ ما تسيبوني في حاله لقط رزقي. انت خدت اذن؟ اذن هو المعلم نوح وافق لك؟ وافق على ايه يا اخويا؟ انك تبيع وتشتري هنا في الحاره. هو ايه يا اختي اصله ده؟ وايه اللي حشر المعلم نوح في اكل العيش؟ وعلشان تبيع وتشتري هنا في الحاره لازم المعلم يوافق، وعشان يوافق لازم تدفعي. يعني فردة؟ اديك فهمتي. طب انا بقى ما احطش نقطة عرق في كف ما يستاهلهاش. بقى كده؟ اه كده. طب يلا غوري من هنا خالص. طب يا لهوي، وبيني وما اعبد لخلي اللي ما يشتري فيك يتفرج. يا ضايع يا ضايع. يا ضايع يا ضايع. عاش ولا بقي اللي بهدل الحلاوه دي كلها. قولي لي مين اللي داسلك على طرف وانا اخلي اهله ياخدوا عذاب؟ رجالتك يا معلم ضربوني وبهدلوني وقالوا امتي، وده كله ليه؟ عشان بسرح في الحاره لقط رزقي. ما هو كده مش اصول يا حلوه. هو اللي يسرح على باب الله يبقى مش اصول؟ امال الاصول ايه يا معلم؟
انك تاخد فردة من على حرمة؟ ده انت مش حلو بس وكلمان جاية كمان. انت مين يا شرف؟ انا زهير. زهيرة؟ وتابع مين ان شاء الله؟ مرات عبد الفراء ابن الكلب. بقى انت مرات الجربان ده؟ ما تعيبش على الافندي بتاعي، ده نورت الحتة. انت هتقولي لي؟ قربي شوية يا شاطر. ليه؟ مش سامعني من هنا؟ اسم الله على ودانك. ابقى اطر لهم زيت سيرك بالليل قبل ما تنام. على فكرة يا بت، انت من النوع اللي يعجبني قوي. على فكرة يا معلم، مش كل الطير اللي يتاكل لحمة. هياكلك الشاهد. الشهد في الحرام مش. هخلي الحارة دي كلها تحت رجليك. لما تزغزغ السحاب وتقرص القمر. يا بت ما تلوعنين. أنا لوع ألف من عينتك. أحجر عليك؟ أخليكي ما تخرجيش برا البيت. ليه؟ اشتريت الحارة باللي فيها؟ صحيت من النوم لقيت المرحوم والدك كاتب لك المحروسة على اسمك؟ البلد فيها حكومة يا معلم، والحكومة هي اللي هتجيب لي حقي. حس كده بقى. تروحي للحكومة، خلي الحكومة تنفعك. هتنفعني يا معلم. واما نشوف بقى مين فينا الفتوة. ازاي نوح يعمل كده؟ انت ما فهمتهوش ان البلد فيها حكومة وقانون. هو انا اقدر يا سعادة الباشا انطق قدامه؟ ده انا وليا وغلبان، وان كان لجنة حرفتم بيه يبقى سعادتك. فعلا يا زهيرة، انا هبقى جناحك اللي بترفرفي بيه. طب والبضاعة اللي بعزقها رجالة المنايل نوح؟ طبعا هيدفع لك تمنها. معلم نوح هيدفع لنا تمنها؟ طبعا. انت بتشك في كلمتي؟ لا يا سعادة الباشا، ده انت كلمتك حكم وقضاء. ربنا ما يحرمني منك ابدا ويقدرني على خدمتك. انا اللي خدامك يا زهيرة، قصدي خدامك وخدام الحارة وخدام الشعب كله. اتفضلي انت دلوقتي، وانا هعمل لازم مع الولد نوح ده. هي عم جلدك وينفع حمدك ويجعلك سند وظهر للي زيي يا قلبك يا كريم. بالاذن يا سيدي. روح حارة النحل وقول للولد نوح الغراب يجيني هنا حالا. قول له ده امر من سعادة المأمور. لف دي في ورقة ووصلها للمأمور بتاعك. أمرك يا معلم نوح. بلغه كمان إن أنا ما سيبش الشيشة من إيدي وأروح له حتى لو كان اللي طالبني ناظر النظار. حاضر يا معلم نوح. وإن كان مزنوق فيا قوي ومحتاجني يهز طوله ويجي يخبط على الباب، وحنكرمه قوي، حنديله كرسي في نافوخه، كرسي دخان يعني. قول له خلي باله من روحه وهو جاي، لحسن ابو رجلي مسلوخه يخطفه. اتفضل يا ست. جرى ايه يا سبحان؟ ما تفك ايدك شويه وجيب حبه مرق. دي فلوس ناس يا اخينا، واللي معاك على قد فلوسك. ده كلام. يلا سيدي هوينا هوينا، خلينا نشوف اكل عيشنا. يا مرحب بتفاحه عيله الناجي. ان شاء الله يكبر خاطرك يا سبحان. اتفضلي اجيب لك كرسي. لا 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 متشكر، انا عايزه ابنك لملوح. ملوحه؟ ملوحة ايه؟ ده انت مقام جمالك البطارخ العنبري. بطارخ حتة واحدة. احنا ناس على قد حالنا يا سمحان. قال على رأي المسجد
لكل حجرة أجرة ولكل مقام قوم. إن كان على الفلوس ما يهمكيش، الخير كتير والحمد لله، وإنتي برضه بنتنا ومن العيلة وأولى من الغريب. أموري يا سيدي، أموري وأنا فرسك الأرض من تحت رجليكي برايز وريالات فضة. من حكم في ماله ما ظلم. بس يا ترى الست رئيفة هتقول إيه؟ يا لطيف النطق يا لطيف النطق يا لطيف النطق. طب ولما أنت بترتعش قوي منها كده ما تخليش في حالك أحسن. اديني 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 طلب يخلينا امشي. اتفضلي خد. ما تخلي. لا معلش، اما تبقى تسال الست رئيسه. خد تبعتني سمحاني. فسيخه بطراخه يا اخواتي، انما فسيخه ايه؟ شربات. تعالي عندي هنا يا حبيبتي، تعالي تعالي. بسم الله ما شاء الله، الحواجب هلال رمضان والعيون وسع الفنجان. اه وايه الفايده وهي في ايدين اللي ما يسواش؟ بحق عامل ايه الواد عبده معاكي؟ اهو ليله نيله وليله هباب، ولما تحلو قوي تبقى اطرار. حق يا اخي، ده لا كان ليكي ولا كنت ليه. اه ما هو البركه في اذاكي، بكره ربنا هيعوض صبرك خير. اسمعي يا ام هشام، انت زي ما دبستيني لازم تنجديني. ربنا لوحده هو اللي عالم معزتك في قلبي قد ايه. ام هشام عايزاكي تشغليني في بيت رئيف هانم. رئيف هانم؟ اه عند سي محمد انور. اهو هو سي محمد انور. تقصدي بكده ايه بقى يا زهيره؟ لا ابدا ما اقصدش حاجه، يعني هقصد ايه يعني. كده يا عبد يبقى حسابنا بالقديم حته بعشرة. تمام خد، والتعريفه ده علشانك. تعيشي. سلام. سلام. على فكره يا عبد، ايه مش عيب لما تبقى راجل طويل وعريض بالشكل ده وتسيب مراتك تتنطط في الحاره؟ بشرافه. انا ما قلتش حاجه، بس برضو ما تنساش انها من عيلة الناجي. اه بس من الفرع الناشف، احنا ناس غلابة بنسقى على رزقنا سعي الدودة ايام الشتاء. وعلشان كده يبقى بيتي اولى بيها. ازاي؟ هتشتغل عندي، تاكل وتشرب وتتنعم في خيري، واللي بتكسبه في شهر حدهولها في يوم. اقول لها؟ تقول لها ده ايه؟ هو انت مش راجل؟ طبعا راجل ونص، بس الاصول كده بالاذن. انده للبت فاطمه وانت نازل. على فكره يا رئيفه اللي انت بتعمليه ده غلط، البت اللي انت عايزه تشغليها عندك دي بت شعنونه. محمد يا عمي، انت بقى مالكش دعوه بامور البيت، ده بيتي وانا حره فيه، اشغل فيه اللي يعجبني واتجوز اللي اختاره بفلوسي. طيب طيب طيب، عارفين بفلوسك بفلوسك، كل اللي بيحصل بفلوسك وكل اللي هيحصل بفلوسك. صباح الخير. يا تاني بسطول، صباح الخير يا زهيرة. أهو صباح زي غيره. زي غيره ازاي؟ ده انت كل صباح بتزيدي حلاوة على حلاوة. انت يا بنتي انت أمك كانت بتترحم على ايه؟ شاهد مكرر. سمحة بقول لك ايه؟ أنا ماليش في الكلام ده. انت فاهمة إن أنا اللي بقول الكلام ده يا زهيرة؟ أمال فين يا حبيبي؟ خيالك ولا خدتي تحت الأرض؟ لا ده قلبي يا زهيرة. قلبي اللي زي اللي كان زي رفض الجاز المطفية وجا جمالك شعللها. طب لم نفسك بقى لحسن تتبعزك. انا برضه اتبعزك. زهيرة. يا لطيف النطق. زهيرة. انا مش عايز قلة حياة، الكلام اللي اقوله هو اللي يتسمع، مفهوم ولا لا؟ ايه يا محمد؟ مالك بتزعق ليه؟ بقول لها تروح المحل تجيب الفسيخ، بتقولي مش فاضي. طب زهيرة روح انت دلوقتي وضبي اوضتي.
حاضر. اسمع، حسك عينك تزعق لها تاني بعد دلوقتي. ما هي كمان مش عايز تسمع كلام يا رئيف. البنت شايله البيت على دماغها، وطريقتك دي هتخليها تطفش، وارجعانها تاني اشيل الهم فوق دماغي. يبقى انت بقى مالكش دعوه بشغل البيت، سيبني انا اتصرف. انا بس ايه اللي بتتحكمي في البيت واللي في البيت واللي جوه البيت؟ مفهوم بفلوسك. مش بردانه زهيره؟ بوجودك يا عبد. حلوه. ما تيجي ادفيكي. يوه يا اخويا حل عني بقى، انا ما بقتش مستحمله الهباب ده. انا بحبك يا زهيره، بحبك، حبيني ولو حبه صغيره قد كده. حبك برص واربعه قرص يا اخويا. كفايه عليا الشقه وهدت الحيط طول اليوم. انا جوزك يا بنت واولى بهدت حيلك. اما تبقى راجل يا اخويا. قصدك ايه يا ولية؟ معرفش، روح اسال شحال عطار ولا سنقر بتاع البوظه اللي بتصرف عليهم شقايا طول النهار. يا عرة الرجالة يا سقط الحريم. اخلصي، انا راجل خصم عنك. شفوي يا ضنايا بالكلام يا نور العين. فجرة فجرة تضربني يا صايع يا ضايع يا تربية الشوارع، وما قامتش سبب عملك في البحر. وديني الزمن ما ينقفل علي وعليك وانت اللي عملك. بيت صغيرة يا اختك لازم يا زهيرة. دي حظك اللي اتخطى على جبينك يا بنت فتحية. غطوني يا مش مالك يا زهيرة؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ مين يا محمد؟ دي زهيرة. زهيرة تعالي يا زهيرة. يا بصوتي مالك؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ اللي ما يسمى، اللي شك في دراع جوزي، قطعني حتت، فرمني في أرض. بصي يا ست هانم، بصي يا ست محمد. وريني كده. والمجرم ده عمل فيكي كده ليه؟ مش عايزني اشتغل عندكم. قلت له ما سيبهمش فتطول على مقامك ومقام محمد، بس انا ما سكتلوش. فالدنيا ما كفاني يا ست هان. كلب حمار. ما هي البوظه لحظه مخ. هي حصلت تطول عليا وعلى الست بتاعتي. طب انا بقى حرفيه. والنبي يا ست هان تخلينا بات عندك. انا مالياش مأوى يقويني ولا سقف يتويني غير بيتك. خش يا زهير خش. طيب يا عبد يا فران، ان ما قطعت لك لسانك ما كنش من ظهر الناكي. خش يا زهير تعالي. مشيت لميتها من بيوت الخدمه وسابتني. عملتها ست بيت، سابت البيت. اللي يسيب باب زرارته نعجته تلوف على خروف غيره. الله يخرب بيتك يا محمد يا انور، انت ومراتك فضلوا يحربوا عليها لغايه ما تخنوا ودانها. لكن لا لا، انا هوريهم. وانا اللي سابت لك البيت ومشي. طلعها يا خرون. هفرمها تحت رجليا، هسويها بتراب الحاره. لا والله عنتر فران الغبره. دبرنا يا معلم، احنا رجالتك برضه والشوره شورتك يا معلم. عاوز تأدبها ما تسألش فيها، تحسسها انها صار مفرقة. تخاف فعوج ما يجيش الا بالطلاق. لا، اللي طلع مراته يبقى عاجز. لا انا مش عاجز يا معلم، انا هوريك انا هعمل فيها ايه. لا ده انا عبده البلنجي، عبده جامد قوي. وامكانياتك على قفاك بقى فوت. بنت يا زهيره انزلي يا بنت، انزلي احسن العفريت وتنطط في خلقتي. انت يا بنت مركوب، انزلي لهد البنت على دماغك ودماغ اصحابه. بنت يا زهيره رد عليا يا بنت. فين المجنون ده اللي عامل هوسه في ساعه زي دي؟ مين؟ عبد الفران؟ ايوه انا عبد الفران يا شيخ الحاره. عايز مني ايه؟ لو كنت لابس قميص اقلعه وانزلي. انا هخرب بيوتكم كلكم، هحرق الحاره باللي فيها من مقبرها لشيخ حارتها كلها. لم لسانك يا واد يا عبد، وغور من هنا احسن لك. والله انزل لك اوديك الكراكون يحطوك في الحديد. في
فيك وفي الكرفان بتاعك. انا مش همشي من هنا لما تجيبوا لي مراتي. بنت زهيره بالشرع بالعافية عبدها. زهيره انت يا بنت زهيره حصلت تهجم على بنت الساعه زهيره. انا بقى هنزل اوريك. خليك انت العساكر دلوقتي هيقدموه. ايوه بس يمكن يتهجم على البيت تحت يأذيها ولا حاجه. هيتهجم عليها ازاي بس؟ وانا ايش عرفني؟ ما هي البوظه لحس مخه خلاص. منزل اشوف. لا بقى ما انتش ناس يا رئيفة. محمد يا انا انت ايه حكايتك بالظبط؟ ها؟ انا مالي؟ يعملوا اللي يعملوه. اهو كده. زهيرة! تعالي يا زهيرة! انا جوزك يا زهيرة! حرام عليكم انتوا مراتي. انت مراتي حرام عليكم. تعالي يا زهيرة انا جوزك يا بنت. انت ازاي تبقى شحارة وتسكت على الفضايح اللي عملها الواد الكلب ده للكمال؟ مهامك محفوظ يا ست هاني. ده واد غلبان وكان متعشم انك تصلحيه مع جماعته. انا؟ بعد اللي صدر منه في حقي وحق جوزي؟ يا ست رئيفة المسامح كريم. ده مهما كان خدام من خدامينك. لا بس برضه لازم ياخد جزاء. كان على جزاء واستهان نخلي البنت زهيره ترجع له وده يبقى اكبر جزاء ليه. مستحيل. ده ضربها لغايه لما كان هيموتها. مش ممكن ترجع له ابدا. افرض يا استهان انه حكم دماغه وطلبها في بيت الطاعه. طاعه؟ طب وماله؟ يعملها. السلام عليكم. عليكم. انت بعت لي يا معلم نوح؟ لمصلحتك يا عم. ربنا ما يحرمنا من جمايلك علينا يا معلم. انت غلبان. والبنت زهيره دي مفتريه وهتشرشحها. ما انا خلاص هأدبها. لا. تطلقها. يعني ما قلتش حاضر. ما مش انت قلت اللي يطلق مراته يبقى عاجز ومش قادر يحكمها؟ وانت مش قادر. مفيش قدامك غير انك تطلقها يا عبد. عملتها مرات محمد انور الكلب. عملتها هي اللي سلطتك عليا. وانا زيك امشي ورا كلام النسوان اجعل. هي كلمه واحده تطلقها. طب ودي اللي بنشك كل المامور هشك كل الحكومه وتكمل نشك كل الحكومه. انجدني يا سعاده الباشا المامور. خطفوا مراتي وعايزين يخربوا بيتي. مين دول يا ولد؟ محمد انور والوليه الحربيه مراتي. تشهم يا ولد. اسمع لي هانم مراتي. ده سعاده الباشا المامور دفع فلوس المعلم نوح الغراب عشان يخسرنا طلع اهل بيتي. رشوه يعني؟ انت بتتهم المعلم نوح يا عبده؟ اتهام زي ده ممكن يسجن؟ تطلقوني مراتي وتسجنوني كمان؟ طبعا. انك بتتهم راجل شريف عفيف. شريف عفيف؟ ده المعلم نوح قراب بيتعاون مع السلطه في امور الضبط والربط بالنسبه لاهل حارتكم. اسمع يا عبد، لو فضلت فارد قلوعك بالشكل ده انا هضطر احبسك. قلوعي؟ هو انا ليه قلوعي يا حصره؟ ده انا غلبان يا سعاده الباشا. انا عايز اقفل عليا باب انا ومراتي. هما اللي مش عايزين يسيبوني في حال. طب امرني انا خدامك. امرني وانا نفس. روح للمعلم نوح اتفاهم معاه يحل لك مشكلتك. ما معيش اللي يخلي المعلم نوح يقف وصفي. العين بصيره والايد قصيره يا باشا. انا حذرتك والا هضطر احمي الناس من شرك. يا سعاده الباشا انا جاي اشتكي لك. جاي اتحمى فيك. يلا امشي دلوقتي. امشي انا مش حاضرك. حاضر يا سيدي. امشي يا جميل يا رب اسمه كريم. انا اشتكي لك انت يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حكوم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ربنا يهدي سرك ويروق بالك يا رئيفة هان. ياه ده انت زحتي من على قلبي جبل. اطمني يا زهيرة. انا وعدتك اني هريحك منه وانا عند وعدي. انا اللي يقف في طريقي ادوسه بجزمتي امسحه من على وش الدنيا. عشان تعرفي احنا بنحبك قد ايه يا زهيره. وانا مش هنسالكوا الجميل ده ابدا يا سمحان.
محمد. نعم. ما تنساش تفوت على المعلم نوح تديله هدية البطارخ اللي وعدته بيها. من عينيا. ده بعد اللي عمله المعلم نوح ده مش بس يستاهل البطارخ، ده يستاهل أم البطارخ كمان. أنا مش عارف أهنيكي ولا أهني نفسي. على إيه؟ على الطلاق. مش لما يحصل؟ ما هو هيحصل. لما يبقى. وساعتها؟ يبقى لك الشهر. طب ما تديني لحظه من تحت الحساب. حندهلك رأي فهاد. يا لطيف اللطف يا رب. يا لطيف يا لطيف. افتوني يا اهل الفتاوي. افتينا يا صدر. هو عيب ان الراجل يعيط؟ عيب لو اسمه عبده ومراته بتديله على قفاه. ما بقتش مراتي خلاص. خلاص ما بقتش مراتي. طلقتها يا عبده. طلقتها. طلقتها. يا دي الفضيحة. يا دي الجرأة. لا يا سيد محمد اعمل معروف. انت اللي بتعملي معروف للخميني. انا بحبك يا زهير. بحبك قوي يا زهير. يا ندمتي. ما تقولش كده يا سيد محمد. ده انت راجل صاحب قيمة. وانا يا حي الله حته خدام. خدامه؟ ده انا اللي خدامك وخدمت راب رجليك. تعال بس طب هتحس بس الاحساس الطريفه تشوف. يا لطيف اللطف يا رب يا لطيف اللطف. ما تجيبيش سيرتها على لسانك. ده القضاء اللي اتكتب على جبيني. دي جهنم اللي اتحكم عليا يعيش فيها. انما انت يا زهيره انت الجنه. الجنه اللي انا نفسي ادخلها. والجنه دي الواحد يدخلها بالحرام ولا بالحلال يا سمحان؟ قصدك ايه يا زهير؟ الحدق يفهم. انت راجل ابن سوق وكلك حداقه ومفهوميه. ايوه بس صعب يا زهير صعب قوي. خلاص انت حر. انا ما غصبتك. أنا صحيح بحبك ورايداك، لكن ما تأخذنيش، الحلال عندي أقوى من الحب. اتجننت يا محمد؟ اتجننت عشان تتجوز زهيرة؟ أمر الله يا عزيز. ومراتك وأهل الحارة يقولوا إيه؟ يقولوا لي قالوه سابق على المرحوم عاشور الناجي جدي وجدك. ايه اللي فكرك بيه دلوقتي بقى؟ ما هو راخر راح اتجوز واحده بنت بوظه على الهانم ام عياله. ايوه بس ده عاشور الناجي. لا انا ولا انت ولا الف زينا يفكر ويتدبر زيه. الحب ما فيهوش تفكير وتقدير يا سي عزيز. اعلى محمد ضعيفه مراتك مش هترحمك. وهي من امتى كانت رحمتك؟ ده احنا من يوم ما اتجوزنا وهي معيشاني في عذاب. فكر كويس ولا تستعجلش عشان ما تقولش انا ما نصحتكش. كله متسطر ومكتوب على الجبين يا سي عزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عامل له ايه؟ أنا قلت له عامل له ايه؟ محمد يا أنور. محمد. مرحبا مرحبا المعلم محمد. على مهلك يا ست. الست حرامنا. بجودة. على وين النوبة يا معلم محمد؟ على الصعيد ان شاء الله. هم نشتري سروة ملوحة جديدة وهم نفسح الست. يا مرحب يا مرحب. شد الدلع يا ريس وعلى قبل ودينا. يلا
بيت زهيرة، نسيب شغلنا بقى ونقعد نسمع في قصة ابو زيد دي. اتحرك يا واد، اتحرك وطلع الخبيث، خليك تمشي الزباين اللي انت معطلها دي. حاضر حاضر معلم. خليك جاهز اهو، خليك اهو. الخليج والخليج والخليج والجمعة، الخليج والجمعة كده اهو. حرقت العيش يا طور. هو مال كفر يا بهيم؟ ما انت عقلك مش في راسك، مخك في زهيرة وألعيب زهيرة. عن اذنك يا ست عديني، انت مالكش عيش عندي بعد كده. غور من قدامي، اوعى توريني سحنتك الفقر بعد كده ابدا. يلا غور. بحبك يا زهوره، بحبك قوي، بحبك خالص. لا 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 يا سمحان، ابعد عني، انا بخصمان. ليه بس؟ مش خلاص ايه اللي طلبتيه قلتيه؟ يا سلام، عشان اتجوزتني يعني؟ الله، مش هو ده امرك يا زهوره؟ تعال بس تعال. لا 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 يا اخويا، انا ما بحبش يكون لي شريك. قصدك ايه يعني؟ مش عايزة واحدة تشغلك عني يا سمحان، مش عايزة واحدة تبقى مرتك غيري يا سمحان. يعني باختصار كده، مش عايزة يكون لي دور. قصدك رئيفة يعني؟ تطلع. طب وهي بس رئيفة تعباكي في ايه؟ ما هي في حالها واحنا في حالنا. وبعدين مش وقت الكلام ده دلوقتي، سيبك بقى من الملوحه وخلينا احنا في الشهد. ها كده؟ طب مش هتدوق بقى من الشهد ده ولا اطفى لحد ما تحقق لي غرضي؟ خلاص ماليش دعوه، انت حر بقى، موت بقى من العطش كده والميه بين ايديك. هما فاهمين انهم قدروا يهربوا مني؟ غلطانين، مثلهم يقعوا في ايديا هما الاثنين، وساعتها هخلي كل واحد منهم يندم على الساعه اللي اتولد فيها. عندك حق يا ست رئيفة، دول يستحقوا القلي في الزين. ولا اللئيمة بنت اللئيمة اللي كنت فاكراها غلبانة وتستحق الحسنة، بعد كل اللي عملتيه معاها يجرى منها ده كله؟ قال على رأي المثل، أزرعك تقلعني. أنا محدش يقدر يقلعني يا مهشام، أنا جدري شديد قوي، ما تقدرش عليه كلبة زي زهيرة ولا فشل زي الحيوان اللي هرب معاك. اللي خليتك تشحت على الجوامع يا محمد يا انور، ما كنتش انا رئيفه بنت عصور الناس. عايزه ايه انت كمان؟ في واحد عسكري عايز حضرتك. عسكري؟ نعم، في ايه؟ الست رئيفة عصور النبي؟ ايوه انا. تمضي ولا تختمي ولا ترسمي؟ على ايه؟ ما تنطق. ورق الطلاق. يا خرابي، عملتها يا محمد يا انور. مش قلت لكم انها تعبان ينبد ويندر؟ شفتوا عملت ايه في رئيفه اللي خدتها في حضنها ولمتها من بهدله الحوالي؟ رئيفه هي السبب. كلام اللي بتقوليه ده بس يا نانتي. يا ما نصحتها انها تعامل جوزها كويس، الراجل طهو. اهلا يا سمحان. يا اهلا يا زهرتي، يا اهلا. انا بقى عايز بوسه من هنا وبوسه من هنا وبوسه ثالثه في الحته اللي انا اختارها. كده مره واحده؟ اصلي اجرت لك حته بيت يا زهوره، انما ايه من بابه سرح وبرح والخيال يرمح فيه ويرد، وعليه حته جنينه ولا السرايا. انت صدقت ان انا هعيش في الصعيد على طول؟ الله، وانا مش قلت لك واتفقنا؟ قلت لي بس ما اتفقناش. امال عايزه ايه يا زهيره؟ عايزة ارجع مصر. ما تخلينا بعيد عن المشاكل. عايزة ادخل حارة النحل. زهيرة هانم. بقولك نبعد عن المشاكل، تقومي تفتحي عليها. انت مش ليك بيت ملك هناك؟ هالبت عايزانا نسكن فيه.
ما هو مش معقول كمان يبقى عندنا بيت ملك ونسكن بالإيجار. مش ممكن يا زهيرة، مستحيل. يوه، إيه بس عدم إمكانه يا سمحان. أنا خايف عليكي من رئيفة ومن أهل الحارة. رئيفة ملهاش عندي حاجة، كانت مراتك وطلقتها، وأنا دلوقتي اللي مراتك، والكل لازم يعمل اعتبار لكده. وإذا كان حد له عندي حاجة يجي ياخدها على طرف الشبشب. ما تتكلم يا محمد يا عمر، ما ترد، هتفضل طول عمرك ترتعش من دقة الباب. يوه، ما تسترجل يا راجل، ما تطلع بقى من اللي حطيتك فيه مقصوفة الرقبة رقيفة دي. محمد انور وزهيرة يا معلم. عارف، خليه يفرح له يومين. عندي انك تكوني مبسوطة يا زهيرة. قوي يا سمحان، دخلتك بيا الحارة خلى مقامك يعلى في نظري لسبع سما، خلاني احس انك راجل قد كلمتك، اقدر اتحمى في ظلك. ده انا عمري كله ما يسواش نظرة منك، بس المهم تقعدي في البيت وما تنزليش الحارة. يعني عايز تحبسني يا سمحان؟ انا مش عايز عين تتمتع بالجمال ده كله غير عيني. سي محمد، اوعى تغير عليا يا سي محمد. ما غيرش، ما غيرش ازاي؟ ده انا بغير من اسمي لما بتندهيني بيه. يبقى هتتشندد ويجرى عليك اللي جرى للمخبي العبد في جوزي الاولاني. زهيرة، ولا قلب حب في قلبي يا زهيرة. نظرة رضا يا زهيرة. دايما منورة بيتك ومطرحك وكايدة عزالك ومحققة مرادك. البركة فيك يا ام هشام. تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي. اوعي تفتكري ان انا اكلت عليكي الحلاوة، حقك محفوظ. حلاوة؟ حلاوة هدوء سرك وراحت بالك يا حنينة يا بنت الاصول. احكي لي بقى، اهل الحارة بيقولوا عليا ايه؟ بيجيبوا في سيرتي؟ ملهمش سيرة الا سيرتي. احكي لي يا ام هشام، احكي لي. النسوان أهدى نار. والرجال مولعة. حتى سعزيز. عايزة ايه من سعزيز؟ ما انت خلاص حظك ضرب في العلاوي والدنيا زهزهت لك بعد الأشفرة. سعزيز هو القلب الحنين، الضل اللي اتحميت فيه، لا بصلي يوم بعين غدارة ولا جرحني يوم بكلمة بطالة. ده راجل اي ست في الدنيا تتمنى تتحمى فيه وتعيش خدامة لتراب رجليه. يجازيني ويسامحني، انا السبب. السبب؟ السبب في ايه؟ في جوازتك السودة من المنيل عبده.
كله من اللي ما تستماش وزنها على وداني. هي مين دي؟ ألفة برات عزيز، كانت عايزة تخلص منك بأيها طريقة. كده يعني كانت بتغير مني. موت يا حبيبتي، الظهر لقت الرجل عينه منك، خافت لتلطشيه منها. طيب يا ألفت، ما بقى الزهيرة بنت الناجي إن مسأتك المر وأكلتك الحنظل. يانا يانتي. يا ألف أهلا وسهلا. إزيك يا عمتي؟ وحشتيني قوي. ما تشوفيش وحش يا حبيبتي، بسم الله ما شاء الله. أهي كده الهوانم ولا بلاش؟ كله بفضل دعاكي ليا يا عمتي. أرفت أرفت. طبعا محمد أنور الدنيا مش سيعان فرحته. ليه يا عمتي؟ هو كسب البريمو؟ دم دعت له في ليلة القدر وربنا استجاب لها. تندهين يا بنتي؟ اهدي انت زهيرة؟ انت طلعتي؟ الحمد لله اني طلعت، في غيري بينزل. شفت القمر يا ألفت؟ بذمتك مش أجمل بنت في الحي كله؟ ربنا يهنيها. وازاي سعديد يا عمتي؟ مش بخير؟ ده حيفرح قوي لما يشوفه. انا كمان نفسي اشوفه، اصله وحشني قوي، اصله حنين عليا من يومه. ألفت اعملي الزهيرة قرفة بالمكسرات. خلصت. معلش مرة تانية، اصلي ما قلتش لسي محمد اني خارجة. فيها ايه يا حبيبتي؟ ده انت في بيت اهلك. طبعا طبعا، بس اصله بيغير عليا موت وعايز يحبسني جوه للنعني. طب استني يمكن عزيز يجي. سعديد هيتاخر النهارده يا عمتي. معلش الايام جايه كتير ورجلي مش هتتقطع من عندكو ابدا. فوتك بعافيه يا عمتي. اللي جاب العقربه دي هنا بتسال على سعديد ليه؟ عايزة تسرقه كمان؟ خطفت الرجالة دي؟ يا ساتر. ازاي انت عزيز؟ زهيرة عاش من شافك. تعيش ويعلم قامك بين الناس يا سيد الناس. مستعجلة ليه؟ انا لو بخاطري مش عايزك تبعد عن عيني ثانية واحدة، لكن هو الحمد لله اني شفتك وطمنت عليك. اقعد بالعافيه يا سي عزيز. طب بس اقعد شويه. الله يعافيك يا زهيرة. انستي وشرفتي، مع السلامه. سعديد. ايوه ايوه جاي. حبيبتي انا خايف عليكي، خايف عليكي لحسن حد في الحاره يجرحك بكلمه كده ولا كده، خايف عليكي لحسن... خايف للناس تستكترني عليك، خايف لا يقولوا ما يستاهلهاش. يا ستي انت تستاهل الدنيا كلها. تعالي بس تعالي. اوعى كده ابعد عني وانت راجل مالكش طعم، هعمل زي الخضار المسلوق. ده اللي هو انا يا زهيره؟ طب من هنا ورايح بقى مالكيش عندي غير العين الحمرا وكلمتها اللي هتمشي عليك وغصب عنك.
وما فيش خروج من عصر. الكلام ده يتقال بعد العصر لما يتباع لرؤوس في كوستبال. وحياة من لبسك هيئة الرجالة لخرج في أيها وقت لما نشوف صوت مين فينا بقى اللي حيكاكي في العيش يا سمحاني. محمد يا عمو محمد ايه نصرك في الضرب مع بعض تعال يلا يا مجنون يا معتوه من هنا يلا الحق الحق يا جوز الاثنين زي لو ايه بيضربوا مع بعض لا كانش من هنا يلا يلا من هنا يلا تعالوا يا مشهد تعالوا كلكم زي لو ايه بيضربوا مع بعض تعالوا عشان نتخانق معاهم يلا عشان نتخانق يلا يا ولد يلا تعالوا صدقتيني بقى لما قلت لك ان نزولك الحاره هيجيب لنا مشاكل ما احنا شدها ما انت شدها عشان هي في مالها لسه بترتعش لما بتسمع صوتها بتتكلمي عن مين؟ مخفيه الاسم والكسم اللي بتستنى مراتك الاولانيه يا زهيره انت ما انت شدها انا خايف عليكي من رئيفه لا انا قدها لو على راسها الف ريشه عارف حاره النحل اللي انت شايفها دي انا اقدر اوقف كل اللي فيها طابور ارزع اللي في اوله على قفاه اللي في اخره يقول اي تبقي مصممة تفتحي علينا باب الشر وتقفي له لو خايف يا نن عنيا طلقني مادام مش قادر تحفظ مقامي في وسط الحارة طلقني يا محمد يا عنوة ده بعدك نجوم السماء قراب لك من اللي في دماغك ده انا قتلك ألف مرة قبل ما ارمي عليك يمين طلاق واحد بخدمه خدمة العبد بالسيف قاعدة تحت رجليه ولا قاعدة الجواري تحت رجلين الدلال كل ده ولا حمد ولا جميل وماله يا زهيرة مهما كانت الحال برضه اسمه جوزك ماما ينفعش الحال ده يا عزيز يعني يرضيك اتبهدل ويتقال لي امتي معاش اللي بهدلك طول ما انا موجود يا حنين ربنا ما يحرمني من حنيتك عليا يا عزيز ما انا عشان كده جيت هو انا ليا غيرك في الدنيا دي يا عزيز انا هكلمه وان شاء الله هاخد لك حقك ما هو يا كده يا يطلقني ايه يطلقك مين عارف مش يمكن ربنا حيشفي في الغيب الانسان اللي يصوني ويعرف امتي مش يمكن يا عزيز خدتك بعافية يا عزيز الله يعافيك ويعافينا انا كمان نعمين يا معلم روح ندهل ام هشام وخليها تحصلنا على البيت من عناية يا معلم كده برضه يا زهيرة هي حصلت تشتكيني للناس انا ما اتكلمتش غير مع سي عزيز هو ده كبير عيلتي وشرط واجب امال يعني اشتكي لمين ولا انت فاكر ان انا وحدانية وماليش ضهر إذا كنت فاكرة إن عزيز الناجي هو الحيطة اللي هتسندك يبقى نق بالجاه على شونة ده أول واحد بستفني لما قلت له إن أنا بحبك وعايز أتجوزك كله نظر كان عارف إنك مش هتقدر تشد الجان بس أنا بحبك يا زهيرة بحبك يا أخويا أوعى كده أهو ده اللي أنا باخده منك كلام ابن عم حديد كلام؟ طب انا بقى حاسبتلك بالعمل مش بالكلام انا هكتبلك البيت ده باسمك ايه المهم ترضي عني يا زهير طب مش لما الاول تخليني استكفى وفي ايه كفيكي اكتر من البيت البيت ده كل اللي حلتي من ظهر الدنيا تكتبلي الدكان معاه الدكان خلاص لو ما بتحبنيش بلاش هكتب لك الدكان يا زهير ده انا اكتب لك عمري كله هو انا عندي مين اغلى منك ده انا منايا يبقى لي بدل القلب قلبين عشان احبك بيهم يا اخويا تلاهي طب انت اقدر عليا بس بقلب واحد بحبك يا زهير بحبك
يزيدك حسن على حسن جمالك. اه حزبني يا مشام، بينتفوا فروتي ليل ونهار، كاني حاطه الهنا في حجري والسعد في كم جلابيتي. على اي حسره؟ امال يعني لو كنت خدت راجل يعرف قيمتك ومقامك كان عملوا ايه؟ هو سي محمد عمل عشاني شويه، ده كفايه انه ستتني وخلاني هانم على الهوان. هو جمالك ده شويه ده انت خطوتك تساوي تقولها ذهب، مع حق اللي في بالي يتجنن عليكي. هو مين يا موشاه؟ سيد الحاره باللي فيه. بذمتك سي عزيز بيحبني؟ هو مفيش في البال الا سي عزيز، وهو فيه زيه يا موشاه. المعلم نوح الفتوة، الراجل حطك في دماغه ومجنون بيكي. ام هشام انا سبق وقلتلك الف مرة انا ملياش غير في الحلال، وهو مستعان. بس نعمل ايه بقى في محمد انوار؟ قفل عليكي باب السعادة والغنى. اذا كان على محمد انوار انا اقدر اخلص منه في ساعة، وانا اضمن لك المعلم نوح في الساعة اللي بعدها. بس ازاي؟ زي ما خلصت من عبد الفران. ازاي يعني؟ يا وليه هو مين اللي خلصني من عبد الفران؟ رئيفة. وهي اللي هتخلصني من محمد انور. انت بتفكري ازاي يا جسمي من الملبل وعقلي من النار؟ اسمعي يا مشاهد، انت تروحي تقولي الكلام اللي هقولهولك ده بالحرف الواحد لرئيفه على انه شرطك انت، وهتشوفي هيحصل ايه. معلم نوح، ست رئيفه طالبه الاذن باللقط. وهي فين؟ مستنياك في البيت. طب انا جاي حالا. ويعلي مقامك يا حبيبنا وعمنا وعم كل جدعان المحروسة. اتفضل. ايه دول؟ دول قرشين فكة يعني عشان ايه؟ ما انت بتدفع الفردة في ميعادك. هو جد حاجة لا سمح الله؟ لا ابدا، انا بس عارف ان مصاريفك كتير ودول كده يعني جدعانة، وعشان برضو تاخد بالك مني. وحد زعلك ولا حاجة؟ لا بس ولاد الحرام كتير، وانا برضو محسوبك جايز يقولوا لك كلمه كده ولا كده تسمع حاجه عني يعني. اه بس انت اتاخرت شويه. يعني ايه يا معلم؟ عايز الصراحه ولا عندك وقت تلف وتدور؟ الصراحه مفيش اجدع منها. تعجبني هي كلمه ملهاش تاني. تطلق مراتك. قصدك ايه يا معلم؟ انا بتكلم عربي يا محمد يا انور. تطلق زهيره والنهارده قدامك من دلوقتي لغايه صلاه المغرب. بس مع السلامه. كويس انك جيت بنفسك. ما انا لازم اجلس سيادتك بنفسي يا منصف المحرومين ونصير المظلومين. في حد مضايقك؟ صراحة يا سعادة الباشا المعلم نوح. الفتاوى. تصور سعادتك بعت لي النهارده قال ايه؟ قال عايزني اطلق مراتي. شفت البجاحة؟ ايه رأي سعادتك في بجاحته؟ هو جايز يعمل علينا احنا فتاوى، انما على سعاده الباشا المامور انا متاكد ان سعادتك هتقدمه. الحقيقه يا سي محمد يا انور انا بكلمك وانا متاكد انك هتساعدني وتديني
تفهم حقيقة موقفي، وأنا تحت أمر سعادتك يا باشا محمد يا أنور، لمصلحتك ولمصلحة أهل الحارة. أنا شايف إنه من الأحسن يعني إنك تطلع مراتك. إيه الكلام اللي بتقول سعادتك ده؟ وإيش دخل مصلحة أهل الحارة فكون أنا أطلع مراتي؟ هي مراتي ولا مراتي أهل الحارة؟ دي إجراءات أمن. طب ولا سمح الله يعني جوازي ده بداية الأمن فيه؟ محمد يا أنور، دي مسائل شكلية، الغرض منها حمايتي من رسالة نوح الغراب ورجالته. صراحة سعادة الباشا ده كلام ما يخشش مخ، ده أنا طلق مراتي والحكومة تقف تتفرج. أنت هتفهمني شغل يا محمد يا أنور؟ دي سياسة عليا، الأمر اللي جاتني كده وأنت لازم تنفذ الأوامر وإلا هعتبرك خارج على القانون. تفضل. سياسة عليا زهيرة، سياسة عليا قانون. زهيرة زهيرة زهيرة، يلا اتحركي اتحركي بسرعة. ايه مالك زي ما تكون عفاريت الظهر كده بتجري وراك؟ مش وقت الكلام دلوقتي، يلا لمي ساحتك ولمي هدومك ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنسيب الحتة، هنسيب الحارة، هنسيب الدنيا كلها. ليه كفلنا الشاب؟ هي القيامة ايه؟ نوح الغراب والمأمور اتوالفوا عليا، قال ايه عايزين نطلقك؟ تطلقني بالعافية عن طريق الفتوة وبالقانون عن طريق المأمور، يعني تقفلت من ناحيتين. طب وانت ايه اللي يخصبك؟ ما تقول لهم لا. انا اقول لهم لا؟ دول كانوا يقتلوني. يا اخي موت راجل بدل ما تعيش بطرحة. انت هتوعزيني، بقولك يلا بينا. ما اقدرش اسيب بيتي وامشي ورا راجل هفق زيك. هفق؟ أنا هبقى زهيرة؟ إذا كنت مش قادر تحميني وأنت في حتتك، عايزني أتغرب معاك عشان تشوفني بتقطع حتت وتقف تتفرج؟ يعني إيه؟ يعني أنا قاعدة يا حبيبي، ما أقدرش أسيب بيتي ودكاني وأسرح ورا شحات زيك. بيتك ودكانك؟ أيوة كده باني على حقيقتك، عايزة تلهفي كل اللي حيلتي وتطلعيني أنا من مولد بلا حمص؟ لا يا ست زهيرة، أنا راجل مش سهل، أنا موتك. المولى هو اللي هيكون. مهما كان ده بيتي وانت عارف اني ما قدرتش اسمها زهيرة دي. حط صوتك يا ألفت، البت
طيب يا ولد. يا ألف أهلا وسهلا. يا أهلا يا أهلا. يا ألف خطوة عزيزة. يعز مقدارك يا ست زهيرة. اتفضل يا سعديه. البيت نور. منور بأصحابه. آه ما فين أصحابه دول بقى؟ ما خلاص بقيت وحدانية. عاملة زي الشمعة المطفية. لا نور ينور ولا نار تحرق. معلش بكرة ربنا يكبر بخاطرك وتنوري زي الأول. وتحرقي على كيفك. اتبهدلت قوي يا سعزيز. في ذمتك يا سعزيز اللي زي مش تستاهل راجل يحبها قوي ويخاف عليها بيعنيه ويسعدها ويهنيها. من حظ يكون في خدمتها. ده انا اللي مستعد اخدم بعناية ومش عناية وبس بكل حتة فيه. هي انا جاي اعتذرلك عن الكلام البايخ اللي اتقلت. اصلها يعني اصلها فهماني غلط زي كل الناس. ما هي ظلماني. مش معنى هي يعني يلا بجملت يعني هو الجمل هينخ من بطيخه زياده. بكره ربنا يروق الاحوال ويرجع الميه المجاريه. المهم انت عامله ايه؟ اهو زي ما انت شايف عامله زي البيت الواقف. لا طايله عزبه ولا متجوزه. اعمل معروف يا سعزيز. شوف لي اي طريقه خليني اخلص. انا ما بقتش طايقه. ده حرام والله حرام. طبعا حرام. دي جريمه لا يمكن السكوت عليها. عشان كده انا جاي لسعادتك تشوف لنا حل في المشكله دي. والشرع ما قالش كده كمان يا سعاده الباشا. ده حاجه كراشه والشابه لسه صغيره وتخاف على نفسها من الفتنه. طبعا لازم تخاف. ولاد الحرام كتير يا شيخ الحاره. طفشان بقاله كام شهر يا باشا مش عارفين له طريق جره غير كمان مهددها بالقتل. وكلنا شاهدين على كده يا سعاده الباشا. مفهوم مفهوم مفهوم. على العموم انا هعمل كل ما في وسعي علشان انصف البنت المسكينه دي. انا هنا علشان راحه الاهالي وامنهم وامن زهيره من امن المجتمع والصالح العام. احنا سمعناها بتسرق. جرينا عليها لقيناها فوق السطوح ودمها سايح وحالتها وحشه خالص. تمام كده يا جناب القاضي. واحب ان اضيف لسيادتكم شيئا ينور عدالتكم وهو ان محمد انور ده مشاهد ويعد من الخطيرين على الامن العام. مظبوط يا جناب القاضي. ده احنا لولا لقيناها كان السال الاله طلع. فعلا يا جناب القاضي. حكمت المحكمة بطلاق زهيرة النادي من زوجها محمد أنور. أنا سمعت إنه رمى نفسه في النيل ولقوا جثته في القناطر. وحتى لو كان عايش ما خلاص كل حاجة بقت باسم زهيرة. هي تستاهلها ست طيبة وبنت حلال وإيديها فرطة. الحمد لله إن ربنا تاب عليها من قرف. كان زمانه ملطخة بهباب الفرن. كمان وكمان هي تلاقي حجتك يا فقر الزمان. الحق مش عليك. الحق على الهباب اللي بتدفعه اللي خلاك تنسى انك طلقتني. انا ما طلقتكيش. الحكومه هي اللي طلقتك. وانت مرات انا مش مرات الحكومه. روح لحالك يا عبده وغور من قدام احسن لك. ما تجيبش الاذيه الروح كده. طابه زهيره ان ما خليتك تقعد صابعك وتقولي انا دم غور تتبهدل شيلك. اتفضل تعال هنا جنبك. كتر خيرك يا سعاده الباشا. ها ايه الاخبار؟ كلنا بخير برضا سعادتك علينا. قصدي اخبار زهيره بتبوس ايديك يا سعاده الباشا. شغلها ماشي عال والميه جريت في ايديها ده حتى الزباين ما شاء الله طوابين قدام دكانها.
لكن برضو مهما كان يا شيخ خليل ما يصحش تفضل كده كده زي ساعه الباشا. قصدي يعني من غير راجل يحميها وياخد باله منها. والله عندك حق يا فندم، ده حتى زهيره حلوه وناس كتير قوي طمعانين فيها، وانا ما اقدرش احميها بصفه خاصه الا اذا يعني الا اذا خير يا سعاده الباشا. الا اذا ايه؟ الا اذا جوزتها وبقت الست مراتي. كلمتين على انفراد الله يا ست زيرة. اه وماله اتفضل. ام هشام نعم. اوعى تمشي انا عايزاك. حاضر. هي قوة الله الحكومة بحالها عايزة تتجوزني؟ لا والراجل مستعد لكل طلباتك. ايوه بس ايه؟ بس ايه؟ ده سعادة الباشا، الباشا المأمور كان على عين، بس يا ريتك بدرت شوية. يعني ايه؟ يعني اللي سبق كل النبأ. اللي سبق؟ مين ده اللي سبق؟ المعلم نوح الغراب بعت يخطبني. نوح الغراب؟ بس ده سعادة الباشا المأمور. اه وده المعلم في توة الحتة كلها. يا ستي على عيني وعلى راسي، بس ده متجوز أربعة. زهق من الفكة وعايز الصحيح. يعني انت وافقتي خلاص؟ ها كل شيء اسمه ونصيب يا سي خليل. طب استاذن انا بقى. الله مش لما تشرب الشربات. لا معلش شرباتك واصل يا ست زهير. اتفضل. مع السلامة يا شيخ خليل، انست وشرفت. ابقى تعالى. هو ماله يا اختي مضروب على قلبه كده ليه؟ لا سلام ولا كلام. ايه اللي جاب المخبل ده هنا؟ كان جاي يخطبني. ينينه؟ هو لسه في حل جواز. مش هو يا وليه، مش هو. امال مين يا اختي؟ سعادة الباشا المأمور. المأمور يتجوزك انت؟ نعم، وهو يطلع منهم. مأمور في الكراكون على عساكره يا حبيبتي، لكن هنا انا المأمور وهو الدورية. واقول ايه بقى للمعلم نور؟ حاجه من الاثنين، يا يطلق الاربعه يتجوز الحكومه. ده بنسى رقبتها اقطعها الف حته وحته وارميها للكلاب السعرانه، وانت بيها يا وليه يا رشانه يا وش النحس يا ادم الشوم. وانا مال يا معلم؟ هو انا اللي قلت لا؟ ما احبش اسمع كلمه لا. انا اللي اقولها قدام اقطع لسان والف بيه. محدش يقدر يقول لا للمعلم نوح الغراب. اصلها مش سقويه يا معلم والحكومه معاها، ده المأمور كمان عاوز يتجوزها. مين يا اختي؟ المأمور. مأمور؟ انا لا يهمني مأمور ولا غيره.
انا دراع اليمين هو المأمور ودراع الشمال هي الحكومه. انا اللي واقف قصادي اصطب اسمه من دفتر سجلات ما خليه ربنا. وزهيره بتاعتك دي هخليها فرجه لاهل الحته كلها. ما بقاش نوح الغراب، انما رمخت مناخيرها في التراب وعديت راسها تحت نعل مدازي. انت ازاي تتجرأي وتقولي للمنشان؟ انت اللي ازاي تتجرأ وتتهجم عليا في بيتي؟ امشي اطلع بره. اطلع بره؟ على النعمة من نعمة رب انت اتجننت يا زهيرة. انت مش عارفة انا مين؟ صاحب حاجة. عليل وطالب دواء. سائل ومدد ايده. واللي يطلب لازم يستأذن. انا استأذن؟ وتخبط على الباب. وتستنى لحد صاحبة البيت ما تأذن لك. ويا تخش يا ما تخش. زهيرة بقول لك امشي اطلع بره وخبط على الباب واستأذن زي البني ادمين. وافقتي؟ هو انا اقدر اقول له لا؟ وليه ما تقوليش لا؟ ده المعلم نوح يا سعاده الباشا. وانا فؤاد عبد الحميد مأمور الحي كله. مقام سعادتك محفوظ، بس ده المعلم نوح في توت الحاره ومفيش حد يقدر يرفض له طلب. لو كنت فاهمه نوح الغراب هياخدك مني تبقى غلطانه يا زهيره. لا هو ولا فتوات المحروسه كلها. هتشوف يا زهيره. المعلم عزيز الناجي يتفضل. تفضل. اسعد الله صباحك يا سعاده المامور. اهلا اهلا معلم عزيز. اتعشم يعني ما كنتش جيت في وقتي. المفتري اللي مش لاقي حد يلمه نوح الغراب ده الفتوة محدش ماله عينه يا سعادة الباشا.
كده. انا مش عاوز اعكر دم سعادتك، لكن تصور انه عاوز يحكم على بنت مسكينه وحدانيه انها تتجوزه. قصدك زهيره؟ عاوز يتجوز زهيره يا سعاده الباشا، كان مفيش حد كبير في الحته وبيقول في الحاره كلها ان محدش يقدر يمنعني عن زهيره. هو بيقول كده؟ عمايله بيقول كده يا سعاده الباشا. يرضيك انه عاوز يتجوز زهيره غصب عنها؟ يدوس عليها لما تدبل لا يبقى لها لا ريح ولا لون. معلم عزيز وصل. سلام عليكم معلم نوح. لا رجاله ولا نسوان يا سعديز؟ الله الله، ورسمت ايه السؤال ده يا معلم؟ انا بس عايز افهمك ان الراجل مننا لما يحب يقول حاجه يقولها لصاحبها وفي وشه مش في ظهره. تمام يا معلم تمام. يبقى انا معايا حق؟ معاك حق، يعني الراجل لازم يعمل كده، وانا راجل اس عزيز وسيد الرجاله يا معلم. عشان كده انا بعت لك اقول لك حاجه، انت ولي امر الحاجه دي. خير ان شاء الله. انت مش ولي امر زهيره؟ وانا عايز اتجوز زهيره وحتقرا معايا فتحتها ودلوقتي اهو. انا بس يا معلم. ايه ما يشرفكش تحط ايدك في ايدي يا سي عزيز؟ لا ابدا. بالمناسبه ما دام اتفقنا الفرح هيبقى على حسابك. طبعا طبعا. والتعاليق والمزازيك وكفه شيء برضه على حسابك. وانا في ديك الساعه لما افرح كده يبقى اتفقنا. الفاتحه. امين. المرحوم بقيتي كده، سابلك فلوس متلتله
تكفيك العمر كله ورجالة تحت أمرك، ناقصك إيه تاني؟ ناقصني حاجة مهمة قوي، حاجة مش ممكن تشتريها كنوز الدنيا بحالها. آه لو أقدر أحقق اللي في دماغي ساعتها، بس أقدر أقول أنا الملكة والملكة أنا. ما قلتليش يا سعادة الباشا، إيه اللي تم في الموضوع؟ أي موضوع؟ المجحوم ده اللي اسمه نوح الغراب. إحنا عملنا كل ما في وسعنا، لكن للأسف ما قدرناش نوصل لحاجة. أنت عارف نوح الغراب له أعداء كتير. تمام يا سعادة الباشا. وبعد بحث مضني اضطرينا نأيد الحادث ضد مجهول. حد يصدق كده يا فندم؟ الواد ده يروح في طيس وفي ليلة دخلته؟ ويا ترى المسكينة مراته عاملة ايه دلوقتي؟ هي مسكينة عايشة من غير راجل يطل عليها ولا يحميها. فعلا والله يا فندم، بعد موت نوح الغراب البنت دي ماليها غير سعادتك. طبعا، وسعادة زهيرة شيء ضمن مسؤولياتي. يا مسبتي، انت عايز اهل الحارة يقولوا عليا ايه؟ قلبت القصر تناي على ظهر ايدي. هو معقول اتجوز والمرحوم جوزي لسه ما بردش في التراب؟ يا ستي خليه يبرد على مهله، انا مش مستعجل. كل ما في الامر اني احجز علشان غيري ما يسبقنيش زي ما حصل قبل كده. اه اذا كنت يحجز ما يضرش. لا تياخد برد برضه. ما بس انا ليا شرط. انت تأمري مش انا وبس، ده انا والنقطة والعساكر اللي فيها كلنا تحت امرك. تطلق مراتك ازاي؟ زي المعلم نوح ما طلق نسوانه الأربعة. بس دي مش مراتي وبس. أمال إيه؟ ولية أمرك؟ دي بنت وزير الداخلية. أنا ما وصلتكش، أنت اللي عايز. أيوة زهيرة، أنا اللي عايز، واللي عاوزه لازم يتحقق. أنا هنا المأمور، أنا صاحب الأمر والنهي. على عساكرك يا سعادة الباشا، لكن على قلبي بردون زي ما بيقولوا بلافرانجي كده. زهيرة، طيب شوفي انا هعمل ايه؟ خفت ارتعشت، لمني يا سعادة الباشا الاحسن اتبعزقت. ما يحكمش والحكم يحكم على قده. اهلا وسهلا يا زهيرة، يا ألف مرحبا. الوكالة نورت. بوجودك يا سعزيز. اتفضلي. أنا مش هطول عليك، كلمتين وماشي على طول. خير إن شاء الله. مش عارفة أقول لك إيه، خايفة أكون بتقل عليك وبشيلك همومي. إيه اللي بتقولي ده يا ست زهيرة؟ ربنا العالم معزتك عندي قد إيه. تعيش يا أبو قلب دهب، ده العشم برضه. قولي فضفضي. المأمور يا سعزيز. فؤاد باشا ماله؟ مزن عليا، بيحسب لي كل خطوة كأني واحدة من محابيسه. وعاوز منك ايه؟ وهو الراجل حيعوز ايه من واحدة ست يا سي عزيز؟ قصدك ايه يا زهيرة؟ عايز يتجوزني يا سي عزيز. المأمور؟ حتى اسأل خليل الفصل، بعته عشان يخطبني. المأمور عاوز يتجوزك؟ وهو جاني بنفسه امبارح. دبرني اعمل ايه يا سي عزيز؟ دبرك ايه بقى؟ انا شايف يعني مدام عاجبك. لا طايقه في سما ولا في ارض، ده راجل منفوخ على الفاضي. هو صحيح عضمه ناشف، بس انت تقدر تقرقشه. انا ارقش المأمور؟ لو عرفت مين اللي قتل المعلم نوح. انا؟ ده البوليس والحكومه والمأمور ذات نفسه معرفوش. معرفش ولا مرضيش حد يعرف؟ قصدك ايه يا زهيره؟ قصدي ان اللي قتل المعلم نوح هو المأمور نفسه. زهيرة.
وحياة راسك اللي ما يعلى عليها راس زي ما بقولك كده. دي تهمة كبيرة قوي. كان عايز يخلص منه عشان يوصلنا. عمل رباطية مع فتوات الحواري وعملوها. بس مفيش دليل على كده. العيار اللي ما يصيبش يدوش. انتوا اتشاوروا مع بعض واختاروا الفتوة اللي يعجبكم وانا موافق عليه. والله اللي قول قولك والشورى شورتك يا سعادة الباشا. لا 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 يا شيخ خليل، دي مسائل خاصة بالنسبة لأهل الحارة، أنا ما أقدرش أتدخل فيها. أحسن يقولوا إن أنا بجامل حد لحساب حد تاني. أنا رأيي اختار عليه وأبو زنوبة. ما كنتش حاسين إن أنت عليه. لا أنا عندي فكرة أحسن وأحسن. قول يا شيخ خليل. سعادة المأمور. سعادة الباشا المأمور هو اللي لازم يكون الفتوة بتاع حضرتك. أنا هنلاقي أحسن منه فيه. صح مظبوط مظبوط صح. أنا ما أقدر أشعرك يا شيخ خليل، بس دي مسألة مستحيلة. أنا هنا في وضع رسمي ولا بد أن ألتزم بيه. أدخل. خير يا سعادة الباشا؟ وش سعادتك اتغير كده ليه؟ الله، التلغرام ده منين؟ من الداخلية. نقلون الصعيد. ده ايه النور ده اللي دخل بيتنا نوره على غفلة؟ ده انت اللي نورك فج علينا، نور قلوبنا ونور الحارة كلها. انا مش عارفة اشكرك ازاي يا سي عزيز. وانا عملت حاجة؟ كفاية انك خلصتني من المأمور ورزلته. هو ده شوية؟ انا ما عملتش غير الواجب. انا كل همي يا زهيره ان انا اشوفك سعيده في حياتك. يا ريتهم كانوا بيشتروها. يا ريتهم يبيعوا السعاده. كنت دفعت فيها دم قلبي عشان اعيش بيها مع الراجل اللي يعرف قيمتي ويصوني. انا يا زهيره انا. انت ايه يا سي عزيز؟ انا الراجل اللي بتتكلمي عنه. انا مستعد اخلي عين ميه وعين زاد. انا اللي بتعذب بعد ما اتحرمت من رؤيتك في بيتي اللي كنت منوراه ومخليه العيشه لها طعم. انا يا سي عزيز بتقول عني انا الكلام ده يا سي عزيز؟ ايوه يا زهيره ايوه. مفيش غيرك شاغل بالي ومشعل الفؤادي. انا بحبك 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 يا زهيره بحبك. سي عزيز انا ريده بالحلال يا سي عزيز. الحلال ما فيهوش عيب غير قلتك. مراتك حاولي هي بس. قول لها ان الشرع يديك الحق تنام على الجنب اللي يريحك. يا دي تبقى صدمه جامده عليها قوي. خلاص انا ما غصبتكش. انا صحيح ريداك وكل حته فيا بتندهلك، لكن ما تاخذنيش، الحلال عندي اقوى من الحب. Thank you.
محمد، ارجع يا محمد. مش هرجع الا لما اثبت لك اني راجل يا زهيره، مش هرجع الا لما اثبت لك اني اقدر اعمل اللي محدش قدر يعمله، مش هرجع الا لما اثبت لك اني مش ضعيف وتافه زي ما انت كنت فاكره. عارف هثبت لك كل ده ازاي؟ هقتلك. لا لا، انت مش ممكن تقتلني عشان انك بتحبني، مش كده يا محمد؟ انت مش بتحبني يا محمد؟ قول انك بتحبني، قول انك بتحبني يا محمد. انا اكتر واحد حبك يا زهير ولسه بحبك، ومستحيل اسيب راجل تاني يتهنى بيكي. بحبك، بحبك يا زهير، بحبك. سامحيني يا زهير، سامحيني يا زهير. زهير، 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 أنا جيت لك يا زهير، جيت لك عشان أقول لك إن الليلة فرحنا أنا وأنت، جبت لك معايا الهدوم، هدومي كلها زهير، هدومي كلها اللي انت لبستها لي. شوف هدومك يا زهير، شوف زهير، 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 زهير. نعم يا حبيبي، نعم، استريحتي وريحت الناس.